ماشي دراري هادو اللي بغيتي تخرجي وخاصك معاهم البوليس اللي كيقطع في الورد اللي طالع في الشجر اللي قلب الطوموبيل ما حيتي ليهم ما حيتي الشانطي ها بزاف امي انت بزاف صافي وليدي صافي ما كاين باس دابت ولدي وتعرفي بحقهم لا لا امي انت الله ينجيني لك انا بحال هذا النوع الله ينجيني خليني هوك احسن ليا الله يا بنيتي الله مالكي وقوليها لراسك شفتي هي اللي جايه 15 يوم وانت قاعده هنا غضبانه وخارجه من دارك اش كتسناي عقولي لي اش كتسنى واش كتسنى يجي حصرك يجي هو يدخل عليك على مالو ماما اللي ما يدخلش عليا مالي انا ما نستاهلش مشي انا ندخل عليه مالو واش كيحسب له راسو في الدنيا حسن منه هو اللي خصو يجي داخل عليا ويزاوب فيا وبسلي لي اليدين والرجلين ويجيب الكادوات من الفوق عاد رجع ليه اي هاي 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 اجي بغيت غير نسولك حتى ميك اللي ميك لك ما ضرتكش في راسك ها ما حكتك شي على قلبك عقولي لي واش مسطيه واش يخرجك العقل وشي الناس اللي بغات تصير صيرها بشويه عاب شويه ماشي زير تطر داك القنبع تي الهضره ملي شي بقيت تقوليها ليه هو ماما شي كتلوميني غانب وحدي راه هو اللي فيه الديفو هو اللي بو العيالات واش بغيتيني نبقى جالسه حداها امي انتي تدخل عليا المرته الدار امنيتي وابنيتي راه اللي بغى لا ما كيتهماك بغيتي مالك تي كاع دوره شويه تعشق طاري وتمي جاي هزب وليتك تغيب بنيت هذاك عادل الضريف الله يعمر حاضر راه تبنيتي اللي بجهد بزاف كتي انا ماما اللي فيا الجهد انا عرفتك انت امي ولا امو انت اش كتقولي لي اللي بغى لا ما يتعامى انت اش بغيتيني نشوف المنكر ونسكت نطيح على راسي الدل باش نتسمى انا مزوجه ونجيك ماما من الاخر انا ما راجعش لي ما راجعش والله لا رجعت لي بنيتي على الشيطان واه انت مقسي من هاد الجهد هادي انت في غدب هاد الشيء لا حول ولا قوه الا بالله يا ربي عطيه با عادل
انا دوزت هاد لافير ديال جلوبال كامباني معفك معلم. لا لا غدوز ان شاء الله تاكيد با راه كيضعف حتى الباترون ديالهم راه خايب فهمتيني ولا لا؟ صباح الخير. جو صافا كصبحتي مزيان؟ صافا الحمد لله الله يبارك فيك. فطرتي بعدا ولا مازال؟ علاش؟ اللي كنتي مازال مشاو فطر اونسونت فطر با هادي حتى عاد جات لو كافي انا جوست اكوت ومازال الحال جو سي ولكن غير المشكل انا ديجا فطرت مي لا بروشين فوا ان شاء الله اسكوزي مو هانت سي بين كل دوسي من الجيران سي هادي العفو بيرسونيل وي لانيفيرسار ديالي لانيفيرسار عاودي لي اش قلتي لي ما سمعتكش مزيان قلت لك لانيفيرسار ديالي وبغيت نعرض عليك جمع الحباب بحالك والصحاب كراجي تشرفني اوكي و فوقاش هادشي سوسوار جو كرو عندي لا سوسوار غادي نكون مريض غنكون عيان شي شويه لا بروشين فوا ان شاء الله جويوز انيفيرسير معلم اخويا عرضوا عليك غنتا انا زعما ما يعرضوش عليا ما شتيني انا اضرب طيح في عيد ميلادك اخي حامي انا بغيت نفهم حاجه واحده هاد القبول اللي عندك مع البنات كي كدير لي قبول ها انت معلم ها شتي اخي حامي انا كون كان عندي الفقيه اصلا ما يكونش عندي مشكل مع المراه في الدار ترى المراه عندي صاحبي الغيره عمت ليها عينيها واش اخبارك انا سناء كل نهار كتشمني ملي كنرجع من الخدمه تعال قول لي كيفاش غيكون هاد الكوبل اصاحبي ما شاء الله وصافا اش نقول لك اخويا الله يصاوب ليكم ليكم المهم انا غادي نوض نقاد لك الريونيون الا بغيتيني صوني عليه صافي جو كونس سورتو اخويا ميرسي يلا شكرا كوراج Thank you.
حسانة أنا علي الشيطان ويلي بغي يدخل كل بسويس عادي بلا مش طالع شي هالو ماما كي درتي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله كنت شوفيك لقيت الدار حالتها مرونة والماكلة دارت الريحة ما تقولش لي يا ماما هذا ما كيبردش في الدار هذا ما تقوليش لي يا بردي لا لا ماما طالع لي شوية دمرك عرفتي صافي واخا يلا دعي معايا ماما يلا بسلام سلم بعد ونعيط لكم صافي واخا يلا سلم عليهم كاملين بسلام صلتي صياد النعام يلقاها يلقى سالية 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 خصك تعرفي ولا تقشيرة شكون هي زكي راسك وسيري مع العمارة طبقة طبقة صافي صافي ياتك ياتك ما يكونها وحدة في هادو يا لميا يا تورية يا غزلان يا ريحانة وحدة فيهم هي مولاتها التقشيرة هادي ودي تقشيرة بعد تلبسها مرة كيدير هاد المرة اللي كتلبسها 12 ساهل كتشي دابا سانة دابا أنا خصني نفكر كيفاش ندير تنجمعهم باش نعرف مولاتها التقشيرة أنا فين قالت أح أهلا لميا أهلا أهلا كيف أختي؟ لاباس الحمد لله كي داير انت يا لاباس الحمد لله اختي كنت عند الوالده ما شكيت عليك تهرست من رجليها وجلست قابلتها مسكينه واش غادي نديروا الصباح يكون عندها باس ما تشوفي بس الحبيبه ديالي لا طالعه دابا ولا نازله لا هابطه غدا الحمام ايوا بصحتك انا طالعه نجر في السطح وشوفي ها انت انا غنطلع في لاسانسور ونعاود نصيفطوا لك انت نزلي فيه ايوا خاصك وريعي وصب انت كركور اختي ديال الصوابل شتي يا اختي من الصباح يا اختي وانا دايره لا ماشي ايوا ربي معاك شنو ندير حيد عليا كلشي داكشي اللي كاين صبنتي صبنتي هبطي كلشي يلا تسنيي انا نصيفطو لك واخا بصحه الحمام وصافي لا علاش ديك لعتك الصحه ربي يبريش خلينا نشوفو ضروري حساسي ضروري يلا مشيتش رجعت على قبلك على قبلي ها بغيتك تمشي معايا يلا هبلي لا كنت في غير البارح وشوفي يا لميا نجيك من الاخر دابا انا فاش مرضات ليا الوالده درت نظري لسيد ربي قلت يا سيد ربي الا قعدتي لي بوسادها وجبرتي ليها العظم غادي نعرض على صحاباتي حباباتي جارتي العزازات عليا الحمام وانت اقرب وحده ليا جارتي حبيبتي ويلا معايا ما ترديش ليا فوجي انا درهات صافي قريبه تبكي صافي منين ندر ندر الله يدير لي فيها الخير يلا ودخلي بعدا لبسي جلابتي نجمع ماي لا بلا ما ندخل كديري عا فوطك ولبسي جلابتك كلشي الاخر كله عدي يلا الله صحتك صحه اختي تبارك الله عليك هاد الندر ما مشيت حتى وفيتي به واش غادي حنا غير الوالده ديالك ان شاء الله ملي تولي لاباس نجيب واحد الفريق باش يتحمحي لهنايا ما تمشيش تقاشر ملونين هاد المرات
ودوك اللي طالعين تاني هنا اختي لك اللي برد. واش جي واش غنضرب واحد السيلفي قالينا ذكرى على التحمحيمة الزينة اللي درناها. سيدي سيدي صحيتي سيدي ها هي زوينين تقاشرك بصح زوينه فنانين صاصيين ما كديريش دوك اللي طالعين تانا. لا لا ما عنديش معاهم تيخنقوني. ديما كديري على هادو. ديما كندير غير القصار. بصح حبيبتي بصحتك بصحه والله الا عجبني الحمام اليوم. الله يخليك بصحتك ويلي رحنا جارات مني ما تقوليش ما تخبيش واحد السيلفي نبقاو ديما نتفكروا هاد التحمحيمه. هانا جارتي هانا سيري اختي الله يعطيك صحيح صحتك وراحتك. او يا اختي الله يخلصك على قد نيتك. تي تقاشرك شحال زوينين ياك مين نعطيهم لك هادو مالي عندك. ايه صحتك اختي بصحتك. عرفتي شي حاجه؟ والله ما فهمت حاجه انا بعدا ضرني راسي وبغيت نفهم اختي. يا ويلي واش تمرها خطيبي طيخي طيبي تكون مره جايبه وحده في شكل ياك ما كتقلب على شي عروسه لشي واحد. يا ويلي ما تقوليش هادي لا بداتي ريحانه خندير واحد السيلفي. ويلي ما تقولي وجهي صفرتي. ويلي شوفت خويتي. نعم وهادي شتا كادير خدمتنا. خلينا نتفكر هاد الايام الزينه. يلا صحتك وراحتك جارتي العزيزه. يا سيدي عندك البرد. سلامة نعيمة. سلامة رشيدة. سلامة سنة. تعالي أختي تعالي تعالي. نعمة نعيمة شوي هاكولي لي أشتك كل مرة جايبة لي ماركة هنا واش كدير يا كاسيك في الحمام. ها لا بغيت نقول لك ندير احنا وياك السيلفي إلا كان ممكن. السيلفي؟ إيه سيلفي. واخا خواتي واخا السيلفي ديالكم راه مصالح ليا في والو انا كنت صيد فاو تضحكوا يا الصحة والراحة. يا لوحالية في الواتساب ربكت نديرها في تيتر. جات شي ما تعرفيش لي شو درتي في الهضرة اللي قلنا في الصباح. كدبش عليك أخوي حميد انا قضية عندي شوية من عقدها بيني وبينك. انا المره هزه شو كتر السما خويا ما نقدرش دابا اخبارك واحد القضيه هاد لا سيتواسيون هادي اللي خاوي فيها الدار عجباني. حيت راه الا بقيت رجعت لهنا ترى غدير لي فكرش اصاحبي ومشيت فيها داك الساعه راه ما تقدرش تعيش بحال هكا صاحبي. سولني انا اللي ندوز اربعه ديال العيالات. خاصك تدوز اربعه صاحبي اربعه عرفتي شنو هي اربعه ترى انا وحده محمقاني يا صاحبي كي درت انت مع هاد الربعه بغيت نفهم انا. بقات فيك وليدي عادل يلاه يلاه جاوبني جاوبني جاوب 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 ماري 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 عاد كرناها يا خويا وهي تعيط. شنو بها صاحبي؟ شنو؟ زيد في التلفزيون زيد الموسيقى زيد في الصوت صاحبي دغيا تسمع طلع 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 الموسيقى طلع عليا طلع. الو 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 بصحتك بصحتك مشط ليا مع راساتك. تي عليا واخا وليدي عادل والله نبقات فيك يا اريم ولا تهطق شعره وهادو رجلين بعد هادو رجلين. ما فهمتش اصاحبي قطعت عليها وعلاش؟ راه هادشي اللي بغات الوقت راه خصني انا نتعامل بحال هكا وهادشي كان خصني نديرو من شحال هادي المعلم. تعطلت اخويا انا معطل. السلام عليكم اخويا ما بقاش عندك تقاشر. واخا اخويا اسمح لي عليكم السلام مرحبا اختي عافاك بغيت دوك التقاشر اللي دايرين بحال لايبه. اختي شي حاجه ديال تركي زين. لا لا ما بغيتش بحال هادو بغيت دوك اللي ملونين مخطين بغيت بحال هادو. علاش اختي؟ بحال هادو اختي. هادو قديم اختي مابقاوش في السوق. ما عندكش؟ لا مابقاوش عندنا في السوق فين نديروهم؟ كاين شي حاجه ما احسن. لا ما بغيتش هادو انا بغيت بحال هادو خوت هادو. باقي تيديرهم داك الدري باقي لا طريق
شي المحل الاولاني لا الثاني ثالث على الله يصر سول على طارق هو الراوي. واخا خويا شكرا الله يرحم والديك يسمح لي ربي يخليك. مرحبا شكرا. وعليكم السلام. اهلا لالا سناء. صافنا بركة فينا الغبور اخويا عارف الدنيا عرفتي وصلتني شي سلعه والله الا جيتي في الوقت. لا 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 بغيت حاجه معينه. شوف طريق بغيت حفاك دوك اللايبات اللي حد هنا تقاشر وما دايرين بحال اللايبات هذوك طوال. عندي شي سلعه جيت نشوفها. استري اخويا طارق عندك الوارزين هذا الشكل هو تقريبا كيشبه هذا الشيء غير هو دوك الخطوطه ديالو كيكونوا شويه كبار وفيهم الوان بزاف. هادي موضة هادي هادي نقول لك بحال هادو بحال هادو طارق خويا بغيت لاحظتك. لا كان عندي هاد الشكل هذا. لا اختي سنة ما بقاش قلب لي عفاك الا بانت لك شي واحد قديم. هذا اش بغيتي ديري لي انت؟ ها قديم هادشي. لا لا ضروري تشوف من الاخر انا كشيني انا كنت مسافر هيك اخويا طارق وفي التصافيرات تشفرت ولا شاكه في خط الراجل فهمتيني. داكشي علاش بغيت نقلب على المرت ولا شاكه في خط الراجل فهمتيني. داكشي علاش بغيت نقلب على البرهان. ودير البوليس وتي انا ديت دابا البوليس راه غيعملوا مو عليا كاع مولين الطريق يقول لك دات لوست على البوليس على قبل التقشيره. داكشي علاش خاصني نعرف. اشوف وما كاينش زعما الله يرحم ليك الوالد انا مزوقك. انت شوف معايا الا بان لك شي وحده فهادو كتعرفها اخويا دازت عندك تقدر تكون شرات التقشيره. انت ها باش ما نظلم حتى واحد. هادي بحال اللي فايت شي لا ماشي بحال اللي فايت شي طريق اخويا. قول لي شتيها ولا ما شتيهاش. لا اختي والله ما نقل. انت شوف هادي لا لا شوف شوف لا لا والله ما غنقدر نعقل على هادشي. انت انا عندي واحد الفكره اجي معايا. انا خويا الله يهديك ستر انا علقه ليا الحل ما عرفتش شكون اللي شرا من عندك. هانتي اختي دخلي دخلي جلسي. هانتي بسم الله. انا ملي لقيت راسي كنتشفر درت لي كاميرا سيرفايلانس. احسن ما درتي لان راه مسجل كلشي وبغيتي لي كاميرا اللي شادين تقاشر كاينه هادي 3 والكارت صافي. ملي غادي تجي غادي هنا غتوركي في بلاي بغيتي دوزي دوزي هادي وهنايا راه كاين كلشي. ولا بغيت مثلا نشوف داك التسجيل اللي من موراه علاش مرك غتورك عليه هادي كديك لي فيديو اللي وراه صافي باين صافي مفاهمين صافي تهنيتي يلاه صافي صافي الله يرحم لك الوالدين طارق. خذي خذي اشري في هذاك راه جديد. يلا باني لي انا التقشيره. ولي 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 على المراه ويلي 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 شحال لبست. ويلي شوف الطولة وشوف الجريدة يقول لهم بقات في الشناغم. هندرا لالا سناء اش بان لك؟ اويلي اخويا اش غنقول لك طارق راه دايرين فيك شاب بحال الشفاره هك. وتخيل المراه مركبه ولدها وداكشي اللي خوناتو كديروا في الحمال بينها وبين الدري. اما ديك اللي لبست شحال من بياس عاد خرجت بلا ما نهضر لك على دوك الشفارات اللي كيخونوا على البياس الرقيق. هذا كولون هذا سروال هذا هذا. اما الماكياج الحفيظ الله يخويا انت بازلك. يا ربي غير الصبر وصافي. قولي لي اشنو بغيتي داكشي اللي بغيتي؟ واري خويا ما بانت لي كاع انا مولا التقشيره وتقول واش لقيتها. ويلي والله العظيم اش نقول لك اخويا تفكر لي تعرف شي واحد اخر كيبيع من غيرك. انا اللي كنجيبهم هنا يا خويا عرفتي عييت ما نقلب عاد تفكر لي. الله يرحم لك الوالدين الا بان لك شي واحد تقدر تصيفطني عنده. وشنو كاين الجمال نصيفطك عند الجمال راه ما غيبيعوش ليك. بصح نيت ما غيديوش فيا كاع هيوا من غير هادشي شنو غنديروا؟ شوف حيت انا ماشي انا بوحدي اللي كنبيع هنا كاين معايا واحد الدري سميتو مراد راه كيعقل مزيان. دابا غايب هادي يومين ومشي ثلاث ايام بحال هكا كيكون هنايا. والله يرحم باك طريق اخويا الا جا عيط ليا راه عندك النمره ديال التليفون ديالي. لا صافي ورد البال اخويا الله يعطيك الصحه وبد الله يرحم والديك. ديك الشطحه راه قتلتيني عاود الضحك. اهلا شبارك لاباس عليك؟ كيدايره انت؟ الحمد لله ربي يخليك. سمحي لي على الدخله ولكن راه بغيتك ضروري. الله يودي مرحبا بك دارك هادي. شوفي فكرت دابا حنا الشارات ساكنين هنايا سنين ومين وانت وحده فين ما كتعرف الاخرى كنتلاقاو غير في لاسونسور بونجور بونجور سلام سلام وماشي معقول. كاينه عندك الحق حتى داك السلام ناقص كل وحده سدها عليها في دارها. هانتي قلتي المفيد داكشي علاش انا بيني وبين راسي قررت انني غادي ندير واحد الحفله ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا في الليل في السطح باش العيالات يتعارفوا بعضياتهم حتى الا احتاجينا بعضياتنا يكون خير. ايه فكره زوينه. عرفتي شنو انت غديري هاد السيمانه؟
ونسي من جايين دايره في داري. مشات هو قال لي كيفاش نديرو تنعرضو عليهم. انا خفت نمشي ندق على شي وحده ما يعجبهاش الحال تجاوبني شي جواب ما هواش وانا دغيا كنتقلق فهمتي. ما تبقى فيا الحال. لا لا ما تدقيش عليهم. عرفتي شنو هادي ضربه لي على راسي. انا غادي نعرف كيفاش نعلمهم ليك كاملين. صافي حبيبتي دير نعول عليك كوني هانيه. يلا خليت لك الراحه بقيت شنو تقولي زربانه غنلقى عندك الخبر في العشيه. صافي صافي حبيبتي ديالي يلا الله يعاونك. سلام النجوم الأولى مع مجموعة من الفنانين. قالتك التي تفي بأمري كما يلي. يلا شوفوا الدرار حسين 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 كدير صباح يوم سعيد سعودة سحرية صدعتك دير وجيتك راكي هاني هاني ميري اختي ماكي على قلة الخدامي كلها طالة حبيب. قولي لي اختي دابا هاد الكلاب هادو اللي عندك بوليسيين مدريسيين صح من داكشي ويلي لبوليسيين ما بغيت تشري شي واحد ولا لا انا ما بغيتش نشري انا بغيت عا واحد فيهم ميسيو اليوم بالليل ميسيو ديال شنو ميسيو لا ماشي شي حاجه شي حاجه خفيفه دابا دابا الكلاب عندك الا مثلا شي واحد فيهم عطيتو شي جاكيطه يشمها شي كاشكو شي تقشير يقدر يجبد ليا مولاه ويلي على ما يجبدوش راه في البلا يحضر لك مولاه في المكان صدق هذا هو اللي بغيت انا ممكن دابا توريني شي واحد اللي نقدر مرحبا شو اللي بغيتي لا غير هادو لا هادو كبار عليا ما كرهتش تشوفي لي شي شي كانيش قد هكايا قد لي الغارات كانيش دابا كتضحكي عليا انا وجه كانيش حاشا الله شوفي راه هادو هما ديال الدريساج وهادو هما اللي يقضيو لك الغارات في البلا وماشي مشكله نشوف يلا جمعات شوف ما يعطونيش ولا يعطوكاش مع احلام كله يعطوكاش هادي خدمتها خلاتي شمها صافي نشوف شم اللي دي مزيان شم انا مزاو قالك في المهم الا ما شم كيف اسهل حاجه يعني يلا سير شوفي خليني بغيتي شويه نشخط بحال حياتي عادي شي انا غنسير لك اللي راه محضره ها يلا ويا شو مهتمت عينك معايا يلا شوف يلا فات ليه الجري بقات ليه عام ويمينه موت منير العساس انت خويت في الحين وخديتو درت لك الكلب هاد الحاله الله يخليها عراضه معاك ميمين اش انت دجاجه المنير اش انت لميا شو مالك اصاحبتي
شديك الكاريزه درتي لنا الصباح ديال 100 صحتي غلط صمتي يا الله العلي العظيم وتعرفي شنو بيا تتعبريني حفص حياتي ما تصمطيني راه عندي مشكله مالك شنو واقع عادل مال عادل امن عليا صاحبتي وانا غنعاود لك دابا النهار اللي جيت انا من عند ماما يلا دعي معايا ماما يلا بسلام حتى من بعد نعيط لكم صافي واخا يلا سلمي عليهم كاملين بسلام صلتي صياد النعام يلقاها يلقاها واش بان لك صاحبتي ما نتفقش ودابا غير بردي بردي سناء شويه نعل الشيطان انا صراحه ما دخلت ليش راسي واش راجلك كان بول هالدرجه غادي يخونك في فراشك لا لا حبيبتي راني لقيت التقشيره في بيت العز ديالي تحت السرير ديالي ما تقولش لي ما يديرها شي يديرها حيت انا عارفه عادل عادل بول عيالات ولكن علاش يطرى راجلك هذاك واش انت كتحطي دابا الباطل على راسك وعلي وعلى شي وحده اخرى قولي عاود بلا مش طراجي ناري لم يكن لقى انا هاد مولات التقشير شي ديك التقشيره اللي لقيتها غنشدها غنعمرها بالحجر ونزل عليها للراس خاصني غنعرفها هي شكون بغيتي تعرفيها شكون هي يا اختي لم يرى ما كرهتش الا وصفيتك على الماي غدا غنديك عند شي حد يقول لك شكون هي خات عليك بالله كوني هاني رجلي برجلك اختي ونطير نطير يلا معايا نكملوا القصاره الف على انت باقي خليتي فاش قصاره شوفي خاص ندور على هاد الشجره نطفو على هاد الشجره ديال الميمه عاد نمشي نقيسو الشجره ديال من ديال الميمه شوفي حنا نطفوها واش تصطيتي بتسمي لي عباد الله نمشي ماشي خاصنا ندورو من دوره ها وحده واخا مسلمه مسلمه طلبت ناري وشوفني عادي ناري وحصلني عادي تعرفنا بالضربه ديال بصح السلام عليكم اختي وعليكم السلام يما الفاتش يا اختي العادة الثانية في المرة نصلا على بيالك قولي لي يا اختي نعم اختي مش ربعة سين مش غاربة اختي بصح مش ربعة زعما كونفيونس لا كونفيونس حتى شي اختي ولا كيخلع راك عرفتينا ولا نصابة كثير اللي دخلتي عندو يصورك لا لا عليك الامان عليك الامان عليك الامان بصح لا لا اش تخشي لا سيدي عليك الامان اختي حتى ولينا نخاف ونقول لا ما تخافي ولي عليك الامان علاش نتوما اول مره كتجيو اول مره اختي نعتو لي انا وصاحبتي لا لا مزيان غاشدوا نوبتكم راه واخا ما يشوفكمش راه يعيط لكم سميتو سبحان الله يشوفوك اختي الله يطمنك اختي عليك الغرات امين حنا صحيح اختي كتبغي تسلم سلمي اختي الحمد لله يا ربي تفاجئت الحمد لله الحمد لله اختي الله يفاكم امين الله يفاكم بزاف الله يخليها لك سيدي انا سلامتك اختي الحمد لله على سلامتك 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 لما تخافي عادي هادشي انا ما تخافي عادي تخافيش ما تخافي اش نقول لك واحد الحاجه دابا تخيلي دابا الا دخلنا عنده وسول لي شي حاجه انا ما عرفتش كيفاش سلام عليك انتي يا اختي عيطي نوضي نوضي اختي سيري انتي لا اختي فالك عيط لك لا لا نوضي نوضي جوحي هاني جيسي خليك حتى يا لمي انا مصفية منيك ماكش مصفية كاع ما نجي معاك زيد يا سناء زيد السلام عليكم سيدي السلام عليكم بسم الله طلبي تسليم سلمينا سيدي مسلمينا طلبي تسليم سلمينا سيدي سلمينا سيدي سلمينا سيدي سلمينا سيدي نقول لك انا علاش جيتي ولا تقولي انتي هل بالك السرقي وعقولتي
فضفضي وخرجي كاع اللي في قلبك، حيت الا قلت لك انا ما غيعجبك حال. خوتي سيروك انا مسلمين سيتي مسلمين، جيتك بدي السير بقي على ود التقشيره هذه، لقيتها عندي في بيت نعاس تحت الناموسيه، بغيتك تعرف لي الله يجازيك بخير شكون مولاتها. سيتي بسم الله. سير تلعب سير تلعب سير عند امك سير عند امك. لا من داوي يدوي بحال شكون يدو طبيب في الليل. مسلمين اختي مسلمين مسلمين. بسم الله شعرات مكفوح قد على غوص بعطلك ليش ما تتغلق. سنين تقولي تسليم طلبي تسليم طالعون طلبوا تسليم مسلمين طلبوا تسليم مسلمين مسلمين مسلمين. قادية عندك صعيبة بنتي. اه عارفة الجواد ما عطوني جواب. حامضة القضية أول مرة جوادي كيخوو بيا. مهم هاكي هذا بسم الله سيدي ملي تخرجي عدي من هنا أول قادوس رمي فيه هذا. واخا عقلي معايا اختي على القرقارة هذا. بسم الله بسم الله بسم الله. طلبي تسليم تسليم سيدي تسليم. من القادوس غتحسبي 3000 خطوة. عقلي هذا 3000 خطوة هي هادي. واخا غدوري على اليسر ايه غتحسبي 270 واخا عقلي اختي 270 270 غتحفري متر ونص متر ونص. هاي بسم الله غتفقسيها فوق ديك الدفين اللي دفنتي داك الحجاب اللي عطيتك. واخا سير ومن هنا لساعتين واخا غترجعي عندي واخا تخليني نتكونسونطرا مع جوادي. واخا واخا صافي واخا سير فقي ملي تكوني خارجة واخا تكوني خارجة غتلقاي واحد القفة في العشبة واخا غتعمرها وتجيبيها. باش نعمرها ودي سير باش ما سخاك الله. واخا ودي سير فقي يلاه يا ودي سير. وا سير فقي الله يجازيك بخير. بغيت نقول لك قلت لك شدي البرهوس شدي البرهوس دير يا ولدك سير تلعب عند امك سير تلعب عند امك. سير فقي الله يجازيك بخير. شتي انا دابا راه راجلي بالعيالات متبوح بغيتك تفرطوا لي في عيني العيالات تيبان قرض في عيني انا اللي بان خصك سكتي دويتي بزاف حسبي الخطوات يلا الله يرحم الوالدين الله يجازيك بخير. سيش القفه لا ما ننساهاش مسلمين طالبي. ميتين وسبعين خطوة راه الطريق أني وروتون من هنا للداخل. كملنا حنايا بالتكلاخ في بلاصة ما نخليو التقضية هي الأخرى مشينا خدينا هي الأولى وضربنا هادشي كله. الله أختي راه هو اللي قال لي تقضي ما قاليش تقضي في الأول في الأخر. كان شنو نقول لك؟ بغيت نعرف هو واش بارصاوي ولا رياضي؟ وأنتي مالك هادشي راه فقي لا ولادو اللي معلقينو. ماشي مشكل. ماك طلبي تسليم. أنا مسلم. أنا هنجي. بسم الله. طلبي تسليم. قصدك مسلم. دير النية. دير النية. بسم الله السلام عليكم. السلام عليكم تسليم. بسم الله زيدي مرحبا. السلام عليكم سيدي. طلبوا تسليم مسلمين سيدي تسليم تسليم سيدي تسليم مسلمين سيدي مسلمين مسلمين شحال بالخاطر مالي التقشيرة حنا مالي التقشيرة عرفتكم اه سيدي انتم مو مالي التقشيرة ايه ايه سيدي سمحوا لي ماشي هادي اللي كداوي معاكم ولا علاه مشيت انا كنت داوي معاها ولا شكون اللي كنداوي معاها سكتي تقلقوا نوضي خرجي على برا. علاش غادي نخرج تقعدي سكتي صافي صافي بغيتي تخليك قلت لك تقعدي طلبي تسليم طلبي تسليم نوضي نوضي ما تخافيش عليا قبلك غادي نخرج سيري برا غادي نخرج صافي انا نوضي يلا نيتك ما صافياش صافي صافي دخلت عليك بالله الشريف لما قول لي دابا هي خرجت بيني وبينك ياك ما هي صاحبة الدعوة لا ما هيش قلبها ابيض ولكن نيتها ما صافياش جوادي ما حملوهاش. المهم نعم سيدي مشكل عندك راه شوية عويس عرفت مولا التقشيرة ما لقاوش الجواد ما خليت فين صيفتهم صيفتهم للسودان صيفتهم للصومال
ما خلاو سنغال ما خلاو مدغشقر ولكن انت السيد الفقيه انا مولا الدعوه راه كاينه هنا في المغرب الطرح حدايا كاين اللي صيفط تلغانا باش يجيب لي مولا التقشيره وما لقاوهاش فشلت ما خليت فيستات ما خليت سراول ما خليت كبابط ما خليت سبرديلات وفشلت في التقشيره تسني ما بغاش تصرات ليا ودابا قول لي شنو المعمول خصني ندير المعمول هو طلبي تسليم دابا انا مسلمه طلبي تسليم انا مسلمه زيدي طلبي تسليم طالبه اليوم تسليم اه نعم طالبه اليوم تسليم المهم عندي لك واحد طاله سرنا يبقى هنا لا لا تاني سي ودي سير ما تقولي لتا شي واحد بلي راني فشلت لك وما بلغتكش المورال صافي ودي سير فقي انا مزاو راه يهربوا لي الكليان وغيهربوا لي الجوال سرنا يبقى لا لا تهنيتي غير ولا جيت على شي حاجه اخرى تقضيها مرحبا من دابا انا بغيتك الله يجازيك بخير وخلي لك وليداتك انا راجلي راه متبوع زين العيالات ديما حاطين عليه العين متبوع ليا ما نكذبش عليك المره اللي شافتو كدير فيها واش انايا مضاربه مع الناس اللي ما تزادو ني النصرانيه تخيل ديك دابا شي 3 شهور ولا شهرين هذه جات عند الصبر ليونيه للبير وقالت ليه اولا اولا وييه كلها انا بغيتك تسخطوا ليا في عيني العيالات يبان القرض الا في عيني انا يبان سيد الرجال لينا نقرض بو لا لا يخطيك وانا قسما بالله وفتي تقضيتي ليا الغارض عليا باليمين يا تندي الذبيحه المولي عبد القادر جي ما تديهاش المولي عبد القادر جيبيها ليا انا هي واخا وما تنسيش ليا الزلالم واخا ودي السي رقي صافي طلبتي غير الموجود صافي مشي فحالك غير لي تقشر حملك الوالدين ودي السي رقي اسمحي يا ربي السلام امين امين الله يجازيك بخير ما تنسانيش حمل الوالدين ما تنسانيش صافي تسليم السلام عليكم على ريمتي وعلى شحال ثقيله هادشي يا صاحبي عندك انت مالك على حالك صاحبي في هاد العاده اوه يا اخويا عييت الله يتعييت عييت عييت شحال ضربتي 50 60 كنضربهم وانا ناعس اصاحبي وتعييت من الكلاس في الدار اخي حميد اها قلقك شي واحد على قلقك شي واحد دابا نوضي لا انا واخد راحتي عندك ولكن بيني وبينك بغيت نمشي فحالي للدار اخويا حميد دابا رجعتي للكلام ديالي ياك خبال ليا اسخيتي وصافي بالعكس اخويا حميد والله ما سخيت بيك انت تعاملتي معايا موت بخير وخديت راحتي عندك انا في الدار ولكن اخويا بغيت نرجع لداري ما نخليهاش خاويا وبيني وبينك بغيت نرجع هادي لوحد اخر ماشي هذاك اللي كنتي كتعرف بغيت نبدا حياه جديده اخويا حميد ناري الدار نورت وحق الله العظيم حتى انا جاي زعما تنجري قلت غادي نسبقك نجي نفرش لك الدار بالورد ونستقبلك بهم ساعة سبقتيني صافا دو لوان فين كنتي كيفاش فين كنت كنت عند ماما اش كنتي اخويا كدير عند امك بالسلامه كنت غضبان عند امي مزينك تقول فيها بوجهك حمر غضبان عند امي كيش راجل كيغضب مالا ما تجيش معايا ولا زعما حنا الرجال ما عندناش الكرامه زعما ما عندناش حنايا شويه النفس منين نتهانو ما نمشيوش عند والدينا حتى حنا ونجلسوا وناخذوا راحتنا ونرتاحوا لا انتم منين كتغضبوا خصكم تمشيو عند والديكم تجلسوا شحال ما بغيتوا وترجعوا وقتاش ما قالها لكم راسكم وخويا امك ملي غضبتي عندها ما قالتلكش غزفك الله انت اللي تابعها انت اللي باغيها عندك الحق انا باغيها ياك بغي ندير حاجه اخرى ياك يا عادي علاش اجي خويا وضح لي هذا الشيء ولا عندك باينه كيفاش باغيها بيني وبينك انا باغي نبدل نتوال هذا الذكر حيت الذكر هذا مسكين تيبان ليا ما مرتاحش ما باغيش راحته ما عندوش الزهر فهمتيني يا حبيبه ياك واش كنت كدوي على الذكر ما بانتلكش انت مسكين غدو كتصفى غدو كتضعف ما بقاش كيتصرد لها انا كون منها قشوا تيخرجوا عيني لا 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 حبيبه راكي غلطه حيت انا هو اللي شاري هذا الذكر وشريت ليه نتوى من بعد انا عارف شنو يصلح لي وشنو ما يصلح ليش فهمتيني انا وليت نوكلهم انا وليت نبدل لهم الماء انا وليت نعنى بهم يعني عارفه شنو طاري ما بين هذا الذكر وما بين هذا النتوى هذا الذكر هذا مقدم حبيبه ديالي لا 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 حبيبه راك غلط فراسك غلط بزاف سولني انا اللي كنجلس معاها النهار وما طال قسما بالله ولات كتشكي عليا ما بقاش كيتصرط ليا شتي ترى ما باغيش نعش الشيطان ترى ما باغيش توصل على البركي كيقول مويا ورا انت اللي خصك تنعلي الشيطان تي زعما كنتي عند امك جالسه
انا ما قلتلكش هاد الموكه ديال بنتي نعلي الشيطان خصك ترجعي لدارك قبل ما يفوت الفوت. راجلك راه زعما عارطين العين ومتبوع. شو الله يعطيك الستار، ماشي غير بوحدك اللي تمتبوع، انت لا متبوعه، خاصني عطلق. عطلق يهديك جدنا لهاد الهضره. حبيبه ديالي علاش كت علاش كتجبدي هاد الموضوع؟ حنا زعما قلنا نمشيو نرتاحو عند والدينا شي شويه، نراجعوا راسنا، نطفيو هاد الغضب اللي كاين بيناتنا. ساعه انت ما غير زايده فيه. شوفي الله يرضي عليك، صوبي لي واحد القهوه على بال ما نبدل الحوايج، وداك ساعه نجلسوا نكملوا الهضره ديالنا انا وياك. سيت دوبلي. باغي يسطيني هذا، باغي يخرج فيا العجب. شتو من دابا بداها وتخرج العينين، باقي كاع ما جبت لي حس التقشير. انا بالملي جبت لي حس التقشير اخويا غادي يمسح السماب ليك ويخرج فيا عيني ويقول لي ما درتش ما شفتش ما كنعرف حتى شي حاجه. وسناء كالما توا، غاب شويه عليك بارودي العين احسن من العار. بلاتي عليك اوليدي عادل، قهوه تشرب فيها الشا غديد ان شاء الله. بنتي قاصحه ولا خفيفه؟ موجودة. جريف. ايش تي؟ وكم بغيك؟ دابا وي. بيني وبينك عمري وحق رب العظيم لا توحشت القهوة ديالك. بصح الله يوتي. حبيبي طلق لي بارتاج كونيكسيون ولا عندك السر. على ما بقاش ويفي عندنا هنا في الدار. لا ما عرفت وقيلا قطعوه. دو سويت. انا غتلقي لي هذاك الطوبيش انا مزوق فيك. بغيتي الويفي نطلقو ونطلق لك المشاعر نطلق لك اللي بغيتي. نطلق لي الويفي دابا. تو دو سويت. سي بون. صافي شكرا حبيبي. مشي دابا نهبط الحوايج من السطح. مالك عمرك لاباس؟ ولات كتخوي لي ركبتي ما عرفتش شي مرة نطلق. علاش مناش؟ مناش؟ لا عرفت والله. ياك لاباس وريني شوف. لا لا ولا ما بقيتش والله غير ما تسمح لنا نطلع نجيب الحوايج من السطح. لا بلاتي علاش ما تجيبش شي حوايج الله يهديك كنمشي نجيبهم. لا لا الحبيبتي. يا ودي الله يحشمها قدام الجيران. مرحبا. اش غيقولوا الشيء؟ انا سيتو بلا انا غنمشي نجيبهم. انا بغيتك ترتاحي. ماشي غنمشي نجيب الحوايج من السطح. بيني وبينك واخا يكونوا في القمر نمشي نجيبهم. عرفتك حبيبي الله يخدك. ارتاحي ليا. جاري في تونس. ميرسي بوكو حبيبي الله يخدك. شويه عليك عمري مزوق فيك ما عرفتش فينا هي السله باش نجيبو. فاش غنجيبو؟ السله راه السله. داكوغ. تي سيغ ما عندكش الطبيب؟ سيغتين. يلا انا دابا راجع. امشي على الدروج. Thank you.
صباح بيبي ميرسي والله شكرا انا يفتك عليا الا ما حسيتيش براسك هي هذيك نديك للطبيب القسم كسحبي ما تيريش تبقى قلتك على خاطرك لا تفكرت عندي واحد البلان خصني نتلاقى واحد الكليان على برا نغيز معهم شغل غنشوفهم فيت في ورجع لعندك علاش حتى ضروري تلاقى الكليان ديالك في القهوه علاش ما كتلاقهم في الشركه نيشان على ما قلت لكش عمري انا الكليان قبل ما نشوفهم في الشركه ديما تنشوفهم في القهوه تنرصي معهم الشغل واحد من بعد تندير معهم رونديفو عندي في الشركه ما تعطلش قضي الغلط ورجع عندك اوكي ناري ديجا تعطلت والله القسم يلا حبيبي لي طلع صباح شي بخير انت موجود يلا انا خارج لحدك يلا عليكم السلام مالك كاين انا شتك صفره ولا لي يا خويا عرفتي واحد الشفار دار لي الساك في الدخله ديال القصاريه لا حول ولا قوه الا بالله شد التليفون فيك ياك بديتي ما طرا لك والو الحمد لله والحمد لله الحمد لله والله يخلفها الله يخلفها ام دراش قال لك داك الدري الخدام راه جا الدري انا سخرته غير هنا شي ساعه ونص بحال هكا يكون هنا ورجع يا خويا غادي تحطل عليا ساعه ونص بزاف لا ونزيدك عرف السيده اللي شرات بعدنا تقشار ضغطت عليك والله قلت لك غيكون خير شوف انا غنصيفط لك تصاور ياك ومن اللي يجي اخويا الله يرحم لك الوالدين طارق لا ما كونفيرمي ليا انا وحده في هذا والله يعطيك الستر صافي هاي نصيفط لك دابا اخويا صيفط هيا يلا هما دابا غيوصلوا ها هما وصلوا صافي غير يجي غنوريهم لك اللي عرفها غادي نصيف لك التصويره الله يرحم لك الوالدين طارق ما تنسينيش طارق لا صافي كوني عارف يعطيك الصحه الله يعاونك اخويا سلامه سلامه اخويا وفين خلينا الحكايه البارح يا سيادنا يا حضار قعدت حتى قلت امي شربي بنيتي هذا في يدك نشوفه كي غيجيك ما تكذبيش ما عندكش الفلوس عندها الفلوس ويلوي تهزميه يا الحزن تهزميه ضحكت عليا مراد دات لي رزقي يا سيدي حسبها على صدقة شتي انا ما كنصدقش انا ما كنصدقش انت باب الله خاف غير من الله تبارك وتعالى موعدكم مع سلسلة بنت باب الله الحبيب ديالي عمري نووي راه ديال الدار الكبيدة ديالي معاك انتوي معاك دلبارتي مني كتدخل الدار قسم بالله كتنور الضو حبيبي كيشعل بوحدو تبارك الله تبارك الله شوف انا اللي مزوجه انا اللي قولبت العيالات عندي النسر دايره في داري ناري عمري اخبارك انا ديما كنتمناك نشوفك بحال هكا وهي معايا في الدار شوف الحبيب ديالي من هنا لقدام غتبقى تسمعها بحال هاد الهضره تبارك الله تبارك الله فراسك انا شحال من مره كنخاف عليك الحبيب ديالي من عيني انا اش واقع علاش حبيبي ما عنديش الحق نقول لك الهضره ما وقعت حتى شي حاجه فرحانه بك لا لا عدو معايا بحال هكا انا مزوق فيك الا بغيتيني نحبس نحبس لا 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 ما تحبسيش انا مزوق الحبيب ديالي كان عزيز عليك مشان كنموت عليك اللي طلبتها لك جيبها ليا نجوم في السما ننزلهم ليك الارض خليك ليا حبيبي ولا سولتك شي سؤال عندك تكذب عليا شي مره بغيت نسولك
هنا كتاب مفتوح، قولي اللي بغيتي. ياك حبيبي مأكد؟ والله إلا مأكد. شو أسوم؟ شو أسوم؟ ديال من التقشيرة؟ ما 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 عرفت التقشيرة فين فين شي فهم. فين لقيتيها؟ تخيل مشي أنا اللي لقيتها، هي اللي لقاتني. تخيل معايا وقول فين لقيتها. قول انت فين؟ فين؟ قول قول يلا مثلا نخمن فين لقيتها. ما والله تخيل مثلا ما عرفت والله ما عرفت. لقيتها في بيت نعاس ديالي أنا وياك. وفين في بيت نعاس؟ تحت الناموسية. أي من لقيتها أنا تحت الناموسية يعني القضية فيها إينا. لا شوف انا 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 نقول لك واحد القضيه. والله العظيم انا 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 مزوج فيك راه الى اعطيتيني عقلك عمري وفتحتي لي دماغك انا متاكد باللي انا غنقنعك وغادي تيقيني ولا القصبه تيقيني في الاخر. حبيبي انا راني ثيقه فيك انت، انا غنغمض عليا وغنحطك عقلي عاود. شوف بالنسبه لهاد التقشيره عرفتي شنو دير؟ جلس انت وخذ لي راحتك. تفضل خذ راحتك مرحبا بك. جلس حبيبي عاود لي. هي التقشيره عندها واحد القصه ياك وحق الله العظيم. غير دابا انا منين نبغي المشكل اللي عندي عمري انه ملي هي معقده القصه معقده شويه مشربكه. حبيبي ماشي مشكل. انا دابا ما عارفش منين نبدا هكذا. منين ما بديتيها ودي انا جالسه هنا ما بعيد على سيدي سليمان عاود. واخا شوف منين غضبنا وقع داك سوء التفاهم بيناتنا انت غضبتي ومشيتي لداركم ياك. كاينه بصح انا بقيت بوحدي هنايا ولكن بيني وبينك انا جلست في الدار وجاني شويه القلط والدار بلا بيك بيني وبينك كتكون مغوله. بصح قررت قلت مع راسي خصني نمشي نبدل شويه نبدل ساعه اخرى نمشي نسافر. كاينه وبغيت نمشي بغيت نمشي لمصر. مزيانه وحق الله قلت انا عزيز عليا الاهرامات وداك الشيء عمرني شفتو نمشي نشوف المناسبه. فعلا داك الشيء اللي كاين مشيت رتبت الامور ومشيت لمصر. في الديوانه منين دخلت لمصر داك السيد ما عطيتو الباسبور قبل الباسبور داك الديواني بدا تيفلي فيه بحال هكايا لقيته هو يقول لي يا ودي راه خصك التاشيره. ودابا حنا في البلاد يعني الحرف ديال القاف حنا كنقولو قا ولكن هما كيقولو الا. والله القسم بحالك وياه قولوا ما عنديش تأشيرة. خرجت انايا من عنده وبديت كنطل وكندور في ذاك المطار واحد لقيت بيني وبينك هو يبان لي واحد ديوتي فري. الوقيت اللي بان لي ديوتي فري قلت شنو ندير غندخل نشوف دبر على راسي تمايا نشوف شي لعيبه الا كانت لقيتها تمايا. دخلت وشريت واحد التقشيره لقيتها تمايا شريت ذاك التقشيره وانا ندير له في وسط الباسبور وانا نعطيها للديواني. وخلاك تدخل؟ لا ردوني في اول طياره رجع للمغرب وردوني ريفولي وحق الله العظيم. البيت ناس مني ردوني ريفولي ما نكذبش عليك رجعت انا كعيان شي شويه. المهم جيت للدار ومني دخلت المهم كانت عندي الباليزه ديالي دخلت البيت ناس وحق الله العظيم دخلت البيت ناس حطيت الباليزه كوي شويه بالجهاله وما كنت كعيان وانت ما كايناش ما عجبني حال تقلبت لي الباليزه في وسط بيت الناس الحوايج ما يتشتتوا ما نقولكش وانا تبديت كنجمع في الحوايج حاجه بحاجه وتنقول ربما والعلم لله جمعت الباليزه ورجعت وربما تكون تقشيره يعني زلقت وطاحت ودخلت تحت الناموس زلقت تقدر؟ لا ممكن لو فعلا داك الشيء داك الشيء زلقت Ha 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 ha
شو سبحان الله العظيم هذوك جوج حوتات تاعهم يا سبحان الله العظيم كانوا ما معشريش مع داك الذكر ديال الحوت وهانتي وش سين بون سين وحق الله ما معشرين ناشطين بخير شوف والله الا هذا فالخير وحق الله العظيم وحتى هذوك الفراخ اللي دويت لك عليهم كانوا شويه يعني الذكر كان يناقشوا مع نتوما بانوا لي ناشطين وحق الله والله الا تهما ولاو مزيانين داك الفراخ علاش ما نوليوش تحنا لا لا والله الا انا شوف وبارك بارك عليا من الكتب واش كيسحاب لك انا دمدومه كيسحاب لك انا من دوك العيالات اللي قاعده مرابعه تيديهم الكذبه اللي كذبتي عليها تقول لك الله يحفظك كيفاش التقشيره زلقت والتقشات تحنا التقشيره هذيك تزلق التقشات تحنا موسيه منين جاتك التقشيره انا دوك انا غادي شو انا عارف هادشي قول شي حاجه اللي منطقيه انا هادشي ما خدامش ليا والله تنعاود لك كلشي انا شوف صافي انا غنعاود لك انا غنعاود لك انا كنتصنط انا جات التقشيره انا بالحرام كتسنى شي حلو والله ما كنقول دابا احسن انا الحل حق الله العظيم انا والله ما كنعرف شي حد ما خلعت شي واحد من غيرك انت انا شوف انا غنشوف خالتي العزيزه انا مزوق فيها والله الله الله لا ما سم اللي راه خالتي توحشتك بزاف اخالتي انت فيها الخير عليا خالتي مالك بنيتي هو تكون كيتسمع من الزنقه يا ماما مال يا ماما ما كاين باس عجيتي انت ما كاين باس بنيتي عجيتي لا والو عطرقت معايا رشيده مسكينه قلت ليها طرق السلامه غدا للحج ايوا نطرقكم نهار كبير هذا خالتي شحال توحشتك بزاف شتي هاو سلمتي عليها اي سلمت عليها ويلاه تلحقي امي انت تمشي قبل ما يطيح عليك الظلمه اي عندك الحق يلاه قبل ما نمشي لا 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 فين نمشي لا لا خالتي ما غتمشيش من هنا الله يودي لا لا وليدي ربك لا والله ما تمشي بالله القسم ربك الحاج وحرام عليا زواجي ما غتمشي يا خالتي او تجي عندنا لهنايا وتمشي ما تباتي ما تعشاي ما نضيفوك الله يودي خالتي لا 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 باقيش وليدي تحلف هذا الحلوف هذا ملي قلتي الحرام تاع زواجك صافي انا قاعد الله يودي خالتي انت عزيزه علينا يا خالتي راه تخرج بنادم من جهنم واه وحق الله سوليني الله يعطيك الرضا وليدي الله يحفظك الله يحفظك عرفتي يا خالتي انا غدا عندي الخدمه وعندي الخدمه ما نقولكش كثيره غدا في الشركه خصني نمشي نعس شويه بكري باش نقدر نتكونسونطرا غدا في الصباح هيا وليدي سير سير صباح الله عليك خذي راحتك دار دارك الله يعطيك الرضا سير صباح على خير الله يرضى عليك واش تاع اليوم عطى حبك على رشيده الله يا بنيتي ما نقولوش لرشيده مسكينه غدا الحج وغدا تزور بيت الله نقولوا لها الله يديك على خير ويجيبك على خير وراه حنا نسالوك الدعاء وانا اللي شهرتها انا اللي شهرتها امي انت ما قلتلهاش طريق السلامه الله يا بنيتي تي بالك ناري غيرها مني خلعه شواغع ما كاين باس السلام عليكم صباح وليدي الخير والرباح بونجور بونجور صباح الخير خالتي الله يرضى عليك وليدي خالتي العزيزة كي صبحتي الحمد لله عرفتي مزيان الحمد لله اللهم لك الحمد سبحان الله العظيم هذا الصباح صبحتم منورين بيني وبينك خالتي الدار كتصبح منوره ملي كتكوني فيها الصراحه ديال الله الله يرضى عليك الله يخطيك علينا الله يبارك لك وليدي الله يعطيك الرضا افطري افطري بنيتي بنيتي افطري خويا الكويس تاع اتاي لا وليدي لا واه فطر كمل فطورك ما كليتي والو لا اللي كاين خالتي انا نورمالمون القهوه كحله ديالي تناخذها هنا في الدار وملي تمشي للخدمه تنكمل الفطور ديالي مع الكليان على خاطري داك الصح سمحوا لي خصني نمشي
باقي الحل وليدي عاكس. قالت لك الصحه كلس ماما راه غتمشي دابا ياك؟ لا بنيتي باقه ما غاداش. ولكن انا معطل شي شويه والو خالتي خاصني نمشي ولا بالطبع. حاجه خويا كتفطر مع الكليان، حنا عندنا كنشرب على القهوه كحله تما فين كحله لك الفطور. كون ما كاش ما خصني نمشي دابا للخدمه الله يهديك. واش تكون انت كتحشم؟ حيدي من هذا الباب خليني نخرج. الله يحييك. غادي تحيدي ولا لا؟ ما غنحيدش اليوم انا ولا نطردك انا وياك ضرب. بنيتي ملي الشيطان خلي الراجل يمشي لخدمته راه معطل. فطري امي فطري اللي بغات فطري. خليني نخرج قلت لك. ما غاديكش تخرج اليوم تنطردك انا وياك ضرب امي. غادي تحيدي من الباب ولا ما غاتحيديش؟ ايوا تترجع. خالتي خليناك على خير. سبحان الله العظيم انا وجهك ديما كنتفائل به هنايا في الدار. الله يرضي عليك وليدي توصل على خير. دروا شفتي اش كيدير ليا؟ ها شتي اش كيدير ليا؟ عزز عليه عصبني وطردك ليا المراره. بنيتي نعل الشيطان واش هذا كاع كله كره؟ واه واش يا ماما ديما كتلوميني انا؟ واش ما كتشوفيش شنو كيدير؟ شتي السم اللي كيقلي ليا كيطير في قلبي السم. ونعل الشيطان راه كيقول لك الناس الا كان الراجل عوج راه المراه اللي كتقادو. واه وزايدو واحد المثل كيقول قبل ما تتزوج خاصك تكون حال عينيك، اما الا تزوجتي عاس الدم. لا امي انت راه غلط، خاصك تحل عينيك قبل الزواج، ومور الزواج خاصك تطردقهم باش تشوف الصغيره والكبيره اللي تدوس عليك الدكاكه. ونعلي الشيطان نعلي الشيطان بنيتي، راه المرأة بلا ولاد بحال الخيمة بلا وتاد. خليني بلا وتاد أنا هكا مرتاحة. شتي هاد الكلام اللي غنقول لك دخليها مينتي لدماغك، والله ما تقاد لدرت مع الدراري. إوا قعدي قعدي بلا ولاد. شوفي باك أنا باك راه كان يطير مع الطيور نهار ولدت معاه الولدة الأولى. الراجل اللي كان ينقص شوية من الطيران ولدت بنيتي الولدة الثانية. شوية ولا يدخل بكري ولا يجمع معانا ويشرب معانا كويس ساعاتي. الولدة الثالثة ها كتفتو. أما ملي جاو دوك خوتك الأخرين هاد الأخرين ورانا كوفرتو. وصدي ما أنت غنقول لك من الأخر أنا. شتي هاد خاين هذا راه والله لا ولدت معاه لا ولاد، وما تقادو دخل سوق جواته نحيد منه هاللولة ديال العيالات. ولي لا باص ليك والله الا باص ليك وباص لهاد الجهد اللي فيك حتى اش غديري. انا مشيت والله حتى تجلسي دابا عاد. ويلي على والله حتى تجلسي راباك سيري تسنى ويا كوفرتي اقعدي تتعشاي. لا قرا انا باغا نمشي نصاوب البوك الغدا. بلاش كنتي يا سناء مرات عليا. يا هادي يا حبيبتي كي دايره لاباس عليا؟ لاباس ربي يخليك. انت شكون؟ انا نبيله خدامه مع راجلك سيرفيس كونطابيليتي. كنعيتي ماشي في كونطابيليتي. لا والكيسني ديال الشيكات والفاكتور. تبارك الله عليكم اختي الله يعاونكم. بارك الله فيك. راني تعدى بك تسمع في واحد لا ريونيون وقال لك جوج دقائق وسير عنده البيرو. ان شاء الله اختي ربي يخليك ميرسي بوكو. راجلك غزال تبارك الله كيتعامل معك كلشي مزيان. لا لا هو معطيني هادشي. لا كلشي كيشكر والله الا كان تشوفي. اختي شكرا ميرسي بوكو حبيبه شكرا شكرا. ما عندوش فلوس صافا هي تكون واخا وليدي هادي واخا مالاش هاد الشركه اللي كلها عيالات. سيدي توصيك ديال لاسوسيتي سوفون. ناري اخويا ميرسي بوكو اللي فكرتيني فيه. مدام سي فو بلي الله يخليك حاولي تجبدي لي لا كوموند اللي درنا البارح في الصباح. فوالا هي هادي صافي راه خليك. بونجور
Bonjour, ça va? Excusez-moi. Salut. Bonjour, ça va? Je suis une jolie Katerina. Il fallait appeler avant de venir à Ipatla. Il fallait appeler avant de venir. On est tous les trajets, bébé, parce qu'on est dans le monde. Tu as la place de la chedme, Hadi. Bazzat, hein. ندخل معايا كلاس نكمل انا وياك الهضره ديال داكشي اللي كنا كنقولوا البارح ونخرج لك الايشوريه اللي فيا بغيت نهضر معاك دخلي انتم غير خذوا راحتكم جلسوا كملوا الخدمه لا لا خذ ياك اوكي اسكوزي مو حبيبة جلس جلس خنظر أنا وياك واحد شوية جلس جلس الأرض أرد عندك أصحاب لك أنا ديك التهندريزة اللي هندرستي عليا البارح راه دخلت لي دماغي داك الكذوب ديالك كله دخل من هذا ونخرج من هذا ودن كون شتي اللي كنت غنديرو كانوا غيسمعوا الجيران ولكن حرز عليك ماما جات في ديك البقايتة خلي هاد الهضرة هادي بيناتنا حتى للدار لا جاي لعندي لهنا الخدمة هنا واليوم ودابا غتبدي شكون هي مولات هاد التقشيرة وعلاش ما تقوليش مع راسك شكون هو مول التقشيرة على التقشيرة ولا لبسهم تاع الرجالة على ما في خبارك شلالة الشركة اللي صنعت هاد النوع ديال التقاشر راه صنعوا التقاشر ميكس كيلبسوهم العيالات وكيلبسوهم تاع الرجال ياك اخويا وداروا منهم ثلاثة من الحجة داروا ثلاثة حيت مساك نعرفوا بالله هادوك الرجال مساك الضحايا وديما تيتلفوا ليهم التقاشر فزادوا ليهم الثالثة سكور فين كاين المشكل لا ما كاينش مشكل الثالثة سكور بحال الرويضة سكور انت واش كتصحابني انايا زدت على البارح شفت ديك الخطرة اللي كتقولها كاملة قولها وزيد عليها انا غنتبعك اخويا في كدورك ملي اخويا تيلبسوهم تاع الرجالة قول لي شكون هو هاد مول التقشيرة اللي دخل ليا حتى البيت النحاس ديالي وحط ليا تحت سريري بغيتي تعرفي شكون هو بغيت نعرف شكون هو ودابا انا غنوري لك شكون هو وري لي ها هو مول التقاشر ولا ما قدرتش تشد الرجل نزيدك تاعاتي حيت انتي نيتك ناقصه عمرك ما كتيقين واخا مع شنو نقول لك حيت انا انتيا ديما شاكه فيا راه لي زابارونس سون ترومبوز وعلى خويا الرجال تما ولاو كيلبسوا الغوز وهي انا دابا انتيا ما متبعاش من واقع في لاموند واش خبرك بلي الفاشن ويك ديال نيويورك اخيرا الا كانت لا توندونس ديالهم هي البينك بينك بينك ياك اخويا صافي نهضر لك واحد الكلمه ودي هادي شتي هاد الهضره اللي كتقول لها فيها انت راه ما كتدخل ليا من هنا ما كتخرجش ليا من هنا هاد الكذوب ديالك نقص منك حيت القضيه ديال بحالنا بحال الرجاله اللي كانت بصح راه مصيبه كاع علاش لبسوا كل كيس راه مصيبه كاع هنا غتقول لي شكون هي مولا التقشيره هي غتقول لي شكون مولا التقشيره ولا راه غيعجبك الحال اليوم قدام هاد الموظفين ديالك ما تنساش البيضه ديالي تجي بكري للعشاء غادي نتسناك كنت كنت انا اللي مجوجه دلوا بونجور سالو شكرا ميرسي الله يرحم الوالدين اللي مقابل العيالات اللي بغيتك تجيك هنا يا الله وليت فقصني غادي تغددني زيدي زيد اختي ولاتك وانا فتعت كيفاش كنتي لك شتي تصدتي خليني انا ميخن برد غديدي ما قداش عليه وجهي في وجهه خليني نعطيه وانا قدامي تصويرته يا عباد الله بارك واش انت ما في خبرك شنو طاري اش هو اللي وريك اخبارك اليوم لقى واحد البنت ميته ولقى وحده تقشيره مليحه فحال هذيك اللي عندك تماما انا علاش كتقولي كيف كتسمعي باقي ما عرفوش دابا واش مقتوله واش منتحره والسيده ميته موته طبيعيه الله اعلم تكون اختي عماتت موته طبيعيه ما نحنا مالها ايوا دابا البوليس راه كيديروا في البحث ديالهم كانت مقتوله خصهم يعرفوا شكون قاتلها كانت منتحره خصهم يعرفوا علاش انتحرات كانت ميته موته طبيعيه ديك التقشيره خصهم يعرفوها منين جات بالضبط شوف يا لمي انت راه صاحبتي من مده وراك عارف كان ملي كتبغي تنكري لواحد تمني انا بوحدي اللي عندي هذوك التقاشر دوك التقاشر طاليين اختي الدنيا ايوا ديك التقشيره تاهي راه ما مناش الف
لا ميا انا مزاوكه فيك صاحبتي، ما تزيديش عليا، اللي فيا يكفيني. راجلي عنده مع الخيان، عنده مع العيالات، ولكن القتيله الا. يا سناء يا سناء يا اختي، انا راه غير قلبي عليك. انا ما بغيتش بيتك يتشتت على قبل تقشيره. يا حي يا اختي، شنو باغيه بيها؟ اللهم البرد ولا الحبس. سمعتي علينا هذا الموضوع العار. شوفي ديك الهضره كوليها وزيدي عليها. انا ما نمشي تنعرف مولا التقشيره، هي تمشي نعرف مولا التقشيره باش بدلي. وكيتا انا غادي نصب الطاجين ديالي غيتحرق. اني مالكي؟ مالكي؟ رجلي رجلي رجلي، شويه على صاحبتي. قصي 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 صاحبتي، بقيت ردي البالك انت ديما كتضربي في نفس البلاصه. ضربتي تكلمت في ركبتي. قصي صاحبتي بلاتي نجيب لك الثلج. الو وي طريق وي خويا لاباس. دخلت عليك بالله الا مازال ما شفتش. يلا واخا خويا، شكرا بزاف. انا غنقطع، انا غنشوف، انا غنشوف. شكرا شكرا. سناء سربي اختي. سناء هاني جايه. نقلب على صاحب الدقتي. صاحب الدقتي راه معايا في العمر. ضحك كلام ياه والغبر هذا. ما بقاش اختي الصحبه، ما بقاتش الثقه. سربي يا اختي سناء. هاني غنسربيها حبيبتي، غير صبري عليا كنقلبها على البوشيطه فين ندير لك الثلج. سربي يا اختي. هاني جاي يا حبيبه. هاني جاي هاني جاي هاني جاي. ما لقيتش فين ندير لك الثلج، درتو في التقشيره. شنو ديك التقشيره الصغيره؟ هي هي يا صاحبتي. باش ما يدكش سير هاد الشمس. قولي لي هذاك هو الجور يا حبيبتي اللي داري فين؟ هذيك الدري اللي ماتت. لا ماشي هو هذا، لقيت راسي هزه بالغلط الاخر عندي الدار. لا ماشي مشكله مشكله. المهم جبتي لي الخبر حبيبتي صحيحه. تبقى هاد التقشيره بحال هذيك عندي. عصبري عصبري عصبري، مالكي زربانه على رزقك اللي زربو مات والحبيبه ديالك. بشويه عليك ها، باش ماتت هي. سمعتي واش مقتولة ولا شنو؟ باقي راه باقي كيحقو. باقي كيحقو مزيان، باقي كيحقو نيت. فين كيضربك كبيدة؟ فين كيضربك حبيبتي صاحبتي؟ هنا يا اختي. هنا لانيا اش كديري هنا؟ عليا مع راساتك كتكذب عليا وانا مسكينه مطيقه. وتبارك الله على صاحبتي، هذه هي الصحبه الوحده هي اللي تدير صاحبه. والله وحده هي اللي تدير صاحبه. تبارك حتى الاخر حسابك هو الاخر معايا انت. ها انا جايه لك. حرام عليك يا زينة، والله راه كيفاهمه كل شيء غلط. ايوا ما غلط اختي، انا راه شعلك وعندك الساعه فهميني اللي ماشي غلط. اش قلت لك انا يا حرام عليك؟ هاي بطلة درت فيك عارف؟ عمرك بغيتي شي حاجة وقلت لك لا؟ كاع داكشي اللي كتحطي عليا يدك كنمشي نشري لك يا بطلة. كاين شي مرة بحال واخدة شي راجل بحالي في العالم؟ ما كايناش. شي كله درتي وما درتي والو، أنت بو العيالات. أنا ما كنعرفش العيالات، أنا كنعرف مرة واحدة هي أنت، هي أنت. درت معاك كاع الخطط عيب والله. بغيت نكون معاك ولد الناس، ما رضيتيش بيا. كنت معاك راجل، عمرك عقلتي عليا؟ علاش؟ شو درت لك انايا عيب الله؟ انا عارف علاش. هاد الغيره غير كتشطحك، غيره مسيطره عليك، موسوسه لك دماغي في الغيره. لا والو ما كنغيرش، انا راجل، انا متاكد منك ولكن انت ما متاكداش مني. انت ما متاكداش مني. بغيت نكون معاك راجل عيب الله، ولكن بغيت ندير معاك واحد الخطه، بغيت نكبرها باش تصغر معاك. صعبني كبرتها فاش اختيها لي انا راسي. جبتي الاخر، انا اليوم غنفرشخك انت وياها وغنبدا بها هي النيت. صاحبتي حبيبتي اليوم غنفرشك. الله يهديك الله يهديك يا سنة، واش باغي ترتكبي شي جريمه؟ يا شفتي انا الاخر، انا اليوم ما غندير جريمه، غندير لحبيبتي جريمه بحال هذيك اللي تخيلتي ليا قبيله في الجورنال. هي اللي غندير لك السين ديالي. ها صبري عليا نساني معاه. انا ما عندك قول شنو كاين، عاود ليا. بغيت ندوي معاك ما عطيتينيش فرصه. انا قول هلا كنسمع. بغيت نفش عليك قلبي عباد الله، ما سمعتيش لي. قول هلا كنسمع لك. يلا قول. مشيت عند صاحبي حميد. اييه شكون اللي حميد اخويا؟
حميد اللي فدر بغلف. حميد اللي فدر غلف كتعرفي انت هاد حميد؟ والله يا خدي ما كنعرفش. انا غنشوف واش كتعرفيه ولا ما كتعرفيش. كمل. مشيت عند حميد بقيت معاه في الدار وقلت له خويا حميد ما كنكذبش عليك انا المره ما غاتيريش مجال. وقلت له انت خويا وعشيري غادي قرفش عليك قلبي. باش قلت عليه واخا ما مره بغات ليا داكشي اللي كنت طارح عليها. وداك ساعات مسكين الله يرحم ليه الوالدين هو اللي اقترح عليا واحد البلان ونصحني وقال لي اش ما خصني ندير. واش قال لك السي حميد؟ عادل عندي لك الحل. اجي اجي يا صاحبي. الحل ديال اش؟ اجي جلس وغادي تتنم كاع هاد المشاكل. مرحبا. شوف المراه ضربها بالمراه. معلم حميد معلم كبرها صغار وضرب المراه بالمراه. انت فكرتي الحبيب ديالي قلتي بلي نضربها نضربها بصاحبتها. تبارك الله عليك الله يعطيك ضربه. سمعيني انت اش عندك نسمع لك اختي. اها قولي لي. مانيك اختي والله العظيم ثنائيه كنت بحال اختي. والله الا فاهمه راكي فاهمه كلشي غلط. انا وشرحي لي اختي تيني ماشي غلط. انت انا واحد النهار عندي عادي عادي بحال خويا قال لي انت ساده بحال اختي راه عندي مشكل معاها. ربي الا ما حل لي معايا هذا المشكل. قلت له واخا شنو نديرو؟ قال لي انا غندير واحد الخطه وعافاك المعاونين عليها. شنو هي اختي؟ انا عندي واحد الخطه فهمتيني باغي نديرها يعني باش فينالمون يعني سنة ترجع للدار. وهاد الخطة هادي بيني وبينك تنقلب فيها على شي حاجة تكون مرتبطة بالأنوثة شي حاجة مرتبطة بالعيالات. شوف أنا صراحة البارح شريت واحد التقشرات مزيونين غزالين وشريت منهم جوج جيسبيغ يقدروا ينفعوا. بيني وبينك هاد البلان ديال التقشر والله تغيص وحق الله. شحال عطاتك أخويا من تقشيرة؟ عطاتني 4 ديال التقاشر. 4 ديال التقاشر فين مشاو التقاشر؟ هي جوج راه كيشفتيهم عندي في الشركه راني وريت ملك. واخا هادوك حيدو. ها الاخرين الثالثه انا كنت جاي باش نعترف لك على هاد ليستوار ديال التقاشر وهي في جيباتي. شي ديك الجيبه بغات ليها وحق رب العالمين. ها هذا هو الثاني شتي. والرابعه كون فين مشات الرابعه؟ الرابعه هي اللي راكي شاده في يدك تتشيري علينا بها وهي اللي حطيتها لك في بيت الناس على الناموسيه. الريحه ديالك هذيك عباد الله زيتها لك من بيت نعاس بديت كنريح به الدار كامله. انتوما حصلتوا بديتوا كتختاروا لي التقشيره ما التقشيره لا حق ما التقشيره. عطيت التقاشر جابت لي التقاشر زعما كيتبان لكم انا هي كاع مكلخله درجه. هاد الكلام انا غنطيقو الا بغيتو نطيقكم عطوني الدليل. بغيتي الدليل؟ ما غادي نسمعك الدليل. وريني الدليل. لم يا اختي الله يرحم باك جبدي التليفون ديالك وسمعها كاع المكالمات اللي عندك. فينو تليفونك؟ ها هو جيبي. فينو تليفونك؟ ها هو جبدي نجيبك. ها هو اختي صراحه حنا ما كنكذبوش عليك غنلقاي في كاع المكالمات بالتاريخ والوقت. ديري الكود. انا غنشوف كدوكم فين غيوصلكم. هلا هادي وي خطرك مراتك غادي تحماق اسكا غادم عرفتي شنو تحت اليوم مشات حطات عليك حاجه جهرت لكيني في العماره باش تعرف شكون مولا التقشيره وشنو دارت مشات جابت واحد الكلب شمام طلقات على العيله. اسمع اسمع شي عند فين مشى ما مشات طلع غير على مت منير العزاز قسما بالله يسك الله انت غادي تصطى ناري بارك عليها. يلا واخا صافي غادي زيد ليها فيت انت. يلا كون هانيه. انت سمعتي اختي على ودنيك؟ انا والله كانت نيتي زوينه كنت باغيه غير نصالحكم. كنقسم لك بالقران الكريم هادشي كاع اللي سمعتي كله صحيح ما فيهش ذره ديال الشك. ونزيدك عندي دليل واحد اخر
سيري هز القران وشوفي شنو كاين تحت منه. تحركي. الصاك ديالك ياك هاد الصاك تشفر ليك لالا ملي تبعتيني مشيتي كتجزتي عليا تشوفيني اش غندير اش صاحبي حميد هو اللي خطف ليك الصاك ملي خطف ليك الصاك تلفك علينا باش ما تبقايش تابعاني انا مال ليت كاين عشيري تا يلا 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 دابا غادي ندوي لك على الدليل الاخر هذا هو اللي غادي يقطع لك الشك اللي عندك موسوس لك في دماغك هذيك التقشيره مداويه بين يديك عمرك فكرتي انك تخشي يدك لداخل وتشوفي شنو كاين فيها جربي جبدي راني كاتب لك في واحد الكلينكس تما شي حاجه خاصه بيك سربي قريب جد مراتي الحبيبة أنا كنبغيك ولكن الغيرة بزاف كتفرق العائلات وهادشي كامل راه غير خطة دايرها أنا ولا ميان يا تبكي عاود اسمح لي يا حبيبي ديالي والله الا اسمع لي انا الغيره اللي فيا هي اللي كتخدني اسمع لي اسمح لي والله ما درت عليك بالعاني سامحني سامحني يا لمياء حبيبي ديالي انا مزوقه فيك لما سامحني عافاك عافاك يا لمياء عافاك حبيبتي على وجه الصحبه انا عاد ولي صاحبتي انا دابا شويه كنت غاطر ساكبي فيها جريمه نسيتي العشره ديال 20 عام كلها كنت غادي تضربها في الزيرو وعلاش حيت بغيت لك مصلحتك انت وراجلك سامحني يا صاحبتي سامحني 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 ما تغلغيش مني ما تغلغيش مني لما يقول لي سامحتيني سامحتيني يا عيدي حبيبي سامحني حبيبي سامحني حبيبي لا تستري داري سامحني والله إلا كان عمق لك كان بغيك سامحتيني قولي سامحتك قولي سامحتك قولي سامحتك لا ما تقولهاش لي من هنا قولها لي من هنا صافي سامحتك عفكيني دابا يلا سرب من قلبك وصافي راه راسك يحرقني يلا فكيني يلا فكيني لا بلاتي بلاتي اي والله بلاتي صورة للذكرى واش مستيرونا وفقينا بعدا عباد الله نديرو السين فاش من سير فين فقينا هك 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 وفقينا عباد الله ضحك ضحك الله يعطيك السير ضحك